السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معك مبارك الداودي فاعل جمعوي. أولا كنحيي الإخوان اللي وصلوا هذا الصوت ديال هذا الأخ اللي هو بقى اللي كيعاني من المرض، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يشافيه ويعافيه ويردوا لوليداته ويردوا المحل ديالو إن شاء الله. وكنحيي الإخوان كما قلت اللي هم وصلوا هذا الصوت هذا، وكنحيي أيضا الساكنة الطنجاوية على التضامن ديالها المطلق اللي صراحة تضامن لا مثيل له. وكنطالب من جميع المواطنين المغاربه ان شاء الله يعني ياخذوا هذه الفئه، لانها يعني فئه اللي هي كتستحق يعني انها تتعامل معها نظرا لكثره الاسواق الكبرى والمنافسه اللي هي غير شريفه. وكنظن راه كل اللي كيعرف الضوء اللي كيقول به البقال راه هو كيتسمى يعني واحد من الناس، لانها كتوجد في الازقه وفي الدروب وفي كل مكان. لذا كنتمنى يعني تكون واحد التعاون ما بين الجميع. وشكرا للصحافه الطنجاويه ايضا على هاد الرساله اللي وصلت للجميع، لان لو ما كانت هاد الصحافه الطنجاويه ما غاديش نجيبوا خبر، ما غاديش نكون حاضرين في هاد المكان ايضا. شكرا لكم جميعا، نتمنى الله سبحانه وتعالى يشافي لنا هاد السيد هذا ويعافيه ويردوا للمحل ديالو ان شاء الله بحول الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.